مساكم الله بالخير متابعينا، الحين متواجدين في معرض نيو لوك في مركز البحرين الدولي للمعارض. اكثر من 300 كشك موجود، يستمر المعرض لمده 10 ايام. في معرض نيو لوك يتحسن واجد مستلزمات رمضانيه حلوه، فحاليا احنا موجودين في محل مدهش موجود في معرض نيو لوك. عندهم هذه اللاقات الحلوه حق اليهال بدينارين، وعندهم التيجان الحلوه، طبعا محلهم في جلعه. نظارات غثوت ومسوين خصم 50% على النظارات الطبية والشمسية، وهم يتميزون بالمتجر الإلكتروني التفاعلي في الإنستغرام، شوفوا حسابهم. العطلة الثانية بتكون رحال الملك، اسم الشركة طبعا. حلو، على كم رحال ملكي؟ جنت الأساسية 30 دينار، اليوم تاخذ على 15. فرنسي ولا عربي؟ هذا يجي عربي على فرنسي. حلو، عود مع الفرنسي، لفته وايد حلو. تواق من المحلات المتميزة في المعرض، ايش عندكم؟ عندنا هاي العطلة. صراحة ريحتهم أدمنتم. لا. عجيبة. الله يعافيك، ما تقصر. بكم سعرهم؟ سول على 45. لو من اصل 56 وفاين من 50 الى 40. يقعدون في الثياب؟ ايش رايك؟ هالفكره ولا تنتظر لبكره؟ بس تمام. كل لوبي تتميز بالثبات من 24 ساعه ل 48 ساعه، براند كويتي، زيوت ايطاليه، العطور انتنس مركزه. صالحة للشعر والثياب؟ بتصير حق الشعر وحق الجسم. كم قيمتهم؟ قيمتهم نبلش من 25 ننتهيها 40، 7 عطور فقط. حلو، شنو الماركة هي؟ المميز عندي كوبرا وميستي، كوبرا 35 وميستي 30، خصومتنا 20%. إيطالية؟ إيطالية، زيوتنا زيوت إيطالية، البراند كويتي. حلو، شكراً. احنا حاليا متواجدين في دار العود للعطور، جايين من الإمارات خصيصاً لمعرض نيو لوك. شو المميز عندكم؟ عندنا الأسطورة، أسطورتنا غير، رقم واحد في الشركة مبيع. كم سعرها؟ غالي، هو قيمة الأساسية 25، نازل بعد الخصم هنا على 17. يلا 17 دينار عند دار العود للعطور، يعطيكم العافية. اليوم بعرفكم على مكان جديد في مجمع وادي سيل، حياكم الله. أب أند داون ترامبولين بارك هو مكان حلو حق اليهال وفي أنشطة بدنية وترفيهية، خلينا نشوف وياكم. إذا ثقلت في الفطور حياك هني واحرق الأكل. حالياً متعين خصم 50% طوال شهر رمضان. هنا عندنا المنطقة الإسفنجية وهي منطقة القفص، وهني عندنا الدرافة، وهني عندنا منطقة كرة السلة. الله الله، يا سلام. والمكان متوفر حق الحجز حق المجموعات والمدارس. وبعد شهر رمضان بيتم تخصيص يوم الثلاثاء للسيدات فقط. المكان مناسب حق اليهال وحتى حق الصغار. المكان عليه مشرفين عشان يراقبون اليهال، وفي كوفي شوب وخزانات حق حفظ اغراضكم، وعندهم صالة حق حفلات الميلاد.